مرحبا بحضراتكم مرة تانية، لسه مكملين معاكم في صباح اون تايم. انضم لينا ضيفنا الكريم اللي منورنا النهارده، الاستاذ عبد الحميد فراج الناقد الرياضي. يا استاذ عبد الحميد، صباح الفل عليك. صباح الخير عليك يا أميرة، صباح الخير على كل مشاهدي القناة. خلينا نبتدي بالحدث يمكن امبارح اللي اثار جدل كتير على السوشيال ميديا، وهي قائمه المنتخب ولمعسكر طبعا مباراتي كاب فيردي وبتسوانا اللي اعلن عنها كابتن حسام حسن. شفتها ازاي؟ شوف، انا عايز اقول لك على حاجه. هو تقريبا يعني سيناريو مكرر من اعلان كل قائمه. بالمناسبه هو مش مرتبط بالمدير الفني، نفس الكلام ده شفناه مع فيتوريا، بنشوفه مع كل مدرب. دايما مع اعلان قائمه المنتخب مصر دايما بيبقى ليه فلان انضم، ليه فلان ما لازم انضمش، يبقى فيه لازم اختلاف، لازم فين الانتقادات فلان؟ بالظبط. ودايما برضو احنا بنحط ده، احنا على الاعلام والنقد الرياضي بنلتمس دايما العذر للجهاز الفني علشان النقطه دي، ان انت اي اختيارات ليك هيبقى اتقال فلان فين وهذا. بس احنا بنقول دايما الدعم، كل الدعم للاختيارات اللي تمت دي، لان هم دول اللي هيمثلوا ان شاء الله. ودي تصفيات مختلفه بقى غير تصفيات كاس العالم، بنتكلم على تصفيات مضغوطه كمان، ما اعتقدش ان هي اتعملت قبل كده تصفيات افريقيا بالضغط دي. ثلاث اجندات دوليه ورا بعض تقريبا شهر وشهر وشهر على طول علشان نلحق نخلص قبل ان شاء الله بطوله افريقيا في المغرب 2025. مؤكد ان في بعض الانتقادات وبعض الكلام كتير جدا، بس انا عايز اخدها كده او اقسم القايمه على محاور. المحور الاول التوقيت. كان في معسكر يونيو الماضي كابتن حسام حسن والجهاز الفني خرجوا وقالوا اسباب استبعاد محمد النني انه لاعب كبير واسم كبير، ومش معنى استبعاده ان هو خارج القايمه، ولكن هو التوقيت واختيارات القايمه في يونيو كانت بتستدعي ان احنا ما نختارش كابتن محمد النني. طبعا لما اتالق ورجع وانضم سواء في فتره الاولمبياد او مع انضمامه للجزيره الاولمبياد دلوقتي بقى موجود. انا ليه بدات البدايه ديت؟ عشان كلمه التوقيت. انا النهارده عندي قوام اساسي من النادي الاول في مصر، والاساس دايما اللي بيكون موجود في منتخب مصر هو النادي الاهلي، قوامه الاساسي كله مريح، فكان لازم يحط الجهاز الفني في الاعتبار التوقيت ده، ان انا اللعيبه بتاعت النادي الاهلي كلها لحد اول سبتمبر جايه من بعد راحه سلبيه عفوا، فبقول ان هو هيبقى التجهيز بتاعهم ممكن يكون صعب شويه او على الاقل في المباراه. المفروض كان على الاجنده دي اختار التوقيت او اختار العناصر اللي بالبلدي او بكره بلغه اللفظ الدارج بتاعنا في الكوره رجليها في الملعب، وهم مثلا على سبيل المثال عناصر فريق بيراميدز اللي بيشارك في تمهيدي البطوله دوري ابطال افريقيا واللي بيشارك لحد دلوقتي في كاس مصر. اعتقد كان هو ده الاكثر واقعيه، وكذلك العناصر المحترفه. يعني انا كنت اشوف ان منطقيه ان انا اضم سام مرسي. انا عارف ان المركز بتاع وسط الملعب فيه عناصر كتيره، وقايمه زي ما انت استعرضتيها قبل ما في الفاصل الماضي فيها اسماء كتيره، وبالمناسبه في اسماء هتتوظف باك يمين وباك شمال زي محمد شحاته واحمد نبيل كوكا بيجيدوا ايضا اللعب في نص الملعب، وفي مروان عطيه وفي حمدي فتحي وفي عوده محمد النني. البعض ممكن يلتمس العذر الكابتن حسام حسن ان هو ما ضمش سام مرسي، ولكن انا بقول ان على سبيل المثال فكره التوقيت لمروان عطيه تحديدا او لعناصر النادي الاهلي كلها ان هم مش رجلهم مش في الملعب دلوقتي ومحتاجين فتره على ما يتم تجهيزهم. هل ده وهل اختيار كابتن حسام حسن ليومين او ثلاثه بدري شويه عن بدايه الاجنده علشان يجهز العناصر دي؟ طب هل عناصر النادي الاهلي فعلا هتنضم يوم 28 مع اعلان المعسكر، ولا ممكن يترحل يوم او يومين بحسب بيان او اعلان النادي الاهلي الدوليه في الاجنده الدوليه انها تكون من اول سبتمبر؟ هنشوف الكلام ده في الفتره اللي جايه. طيب هل في اسماء انت قريتها في القايمه كانت مفاجاه بالنسبه لك؟ على سبيل المثال في حراسه المرمى حمزه علاء كان اسم برضه مفاجئ بالنسبه ليا. طبيعي ينضم محمد الشناوي، طبيعي مصطفى شوبير لانه كان في فتره كبيره هو الحارس الاساسي في النادي الاهلي. مهدي سليمان مع تالقه في الفتره الاخيره طبيعي، بس انا عايز اسال سؤال، احمد الشناوي فين؟ ده اللي رجله في الملعب واللي موجود مع بيراميدز واللي بيلعب واللي كان ظاهر واللي كان موجود بالمناسبه في اكثر من اجنده دوليه سابقه مع منتخب مصر. حتى لو مش هيكون احمد الشناوي، محمود جات ممكن ياخد فرصته، محمد شعبان كان ياخد فرصته. يمكن برضه لو احنا قلنا العنوان الرئيسي في بدايه كلامنا التوقيت، يمكن توقيت تالق حمزه علاء مع الاولمبياد ساعد شويه في اختياره هو تحديدا واسامه فيصل، لانه اعتقد في ست عناصر من المنتخب الاولمبي اللي تالقت في اولمبياد باريس انضموا للقايمه، فيمكن توقيت تالقهم في الاولمبياد هو اللي ساعد في اختيارات كابتن حسام حسن. خالد صبحي برضه من الاسماء اللي شايفها جديده وانضمامها ممكن يكون تميزه في الفتره الاخيره مع سيراميكا، ولكن احنا شفنا في حاله الجدل زي ما انت قلتي، الجدل ما كانش بس على مستوى الجماهير والنقاد الرياضيين، كان على مستوى اللاعبين. يعني احنا شفنا بعض اللاعبين على حساباتهم الرسميه في يعني بيحاولوا يقولوا ان احنا موجودين اهوت، يعني احنا في الصوره. شفنا عمر جابر عمل كده، شفنا احمد سامي عمل كده، حسين الشحات، ولكن انا بلتمس العذر دايما للاجهزه الفنيه
للمنتخبات على مدار الفترات اللي فاتت دي كلها، لان زي ما قلنا اختياراتهم دايما بتبقى محاطه بشويه جدل فني، ليه فلان مش موجود او ليه فلان موجود. طيب انت قلت تحليل محترم جدا للقائمه وممكن يكون الاختيارات بناء على ايه، ولكن عبد الحميد فراج نفسه هل كان يتوقع وجود لاعب بعينه وتفاجئ انه مش موجود في القائمه؟ تاكيد مع غياب عنصر مثلا مهم في مركز الظهير الايسر احمد فتوح، نتمنى ان شاء الله ازمته تعدي على خير. كنت اتخيل ان في اسماء ممكن تلعب في المركز دي غير توظيف احمد نبيل كوكا، يعني كنت ممكن اشوف مثلا انضمام عمر جابر اللي لعبها فتره من الفترات، عمر كمال عبد الواحد لعبها ايضا في النادي الاهلي فتره من الفترات، كان ممكن العناصر دي تكون موجوده واستبعادهم من القائمه يعني ممكن كان عليها علامه استفهام شويه. اتخيل ان في راس كابتن حسام حسن محمد حمدي اكيد هو اللي هيكون الاختيار الاساسي للمنتخب في هذا المركز. تذكر احنا كنا بنتكلم في الموضوع ده قبل كده وقلنا لو حصل اصابة او حد تم استبعاده او في اي مشكلة مين هيكون البديل؟ ما انا بقول لحضرتك هو بالترتيب هيكون في المعسكر اللي فات صح؟ دي حقيقة. كان محمد حمدي، وكنت انا بتشرف طبعا ان انا كنت في ضيافتك في وقتها، كان اتخيل ان ايضا المعسكر ده هيكون محمد حمدي بيلعب هو الاساسي في المباراتين، ولكن كان البديل بتاعه اما احمد نبيل كوكا بالترتيب كده، وممكن يتم توظيف بالمناسبه خالد صبحي في هذا المركز، ولكن احنا بنتكلم على فكره الخبرات وفكره العناصر اللي كانت ادت قبل كده في المركز ده سواء في الاهلي او الزمالك، كان عمر جابر او عمر كمال عبد الواحد كنت اتوقع وجودهم، وايضا زي ما قلت لك مركز حراسه المرمى احمد الشناوي كنت اتمنى وجود سام مرسي، بس فعلا فعلا المركز ده مركز وسط الملعب فيه عناصر كتير وفيه زخم كتير من عناصر متالقه. اتمنى ان الفتره اللي جايه نلتمس بقى فكره، لان احنا عندنا بالمناسبه معسكر في اكتوبر، ومعسكر اكتوبر عناصر الاهلي والزمالك هتكون بدات رجلها تكون موجوده في الملعب، لان هيكونوا لعبوا الدور الاول في بطولات افريقيا، وايضا هيكونوا لعبوا يوم 27 السوبر الافريقي، وربما يكون لحقنا جوله او جولتين من الدوري لسه بقى هنشوف المواعيد، فهيكون في عناصر موجوده. بس نبدا بقى نشوف النجوم المحترفين، انت استعرضت في تقريرك برضو احمد عبد القادر وتالقه، هنشوفنا سام مرسي، في عناصر كتيره جدا، اتمنى ان يكون ده في حسابات الجهاز الفني في الفتره اللي جايه. تتوقع من خلال القائمه اللي تم الاعلان عنها ممكن التشكيل بالنسبه للكابتن حسام حسن الامثل اللي يشارك بيه في مباراتي كاب فيردي وبتسوانا؟ احنا بس مفكر الناس، هو الماتشين ان شاء الله يوم 6 و10 سبتمبر، الماتش الاول هنا في استاد القاهره ان شاء الله باذن الله كاب فيردي. وانا ليه بفكر الناس بكده؟ لان التشكيلين ممكن يكونوا مختلفين، يعني انا لازم لما ببدا بستهل التصفيات وعلى ارضي وفي وسط جمهوري ان شاء الله يكون في حضور جماهيري كبير على استاد القاهره، لازم العب بتشكيل مايل شويه لفكره الهجوم او ان انا اكون ليدنج في المباراه اكتر. اكيد محمد الشناوي هيكون حاجز مركزه في حراسه المرمى، اتخيل ان محمد هاني في المركز في الجانب اليمين، ومحمد حمدي في الجانب الايسر، محمد عبد المنعم احد الثنائي قلبي الدفاع الاساسيين، سواء لعب بقى حجازي وده زي ما قلنا اللي رجله في الملعب اكتر شويه، او ربيعه ممكن في نص الملعب، يعني سواء ده او ده ما اعتقدش هيبقى خارج عن الاختيارين دول، يعني عبد المنعم اساسي وحد من الاثنين دول في القلب الدفاع الاخر. نص الملعب هيكون ايضا ممكن اميل انا اكتر ان يكون النني اساسي مع امام عاشور، ويبقى واحد برضو انا حريص في الاختيارات ان ما يكونش فيه عناصر كتيره من النادي الاهلي، لان انا مركز قوي على فكره ان دول لسه راجعين من راحه سلبيه. يعني الناس ممكن تقول مروان عطيه يكون اساسي، لا خلينا نحط اللي رجليهم في الملعب اكتر الاول وبعد كده نشوف، فميال اكتر ان النني وحمدي فتحي وامام عاشور يكونوا هم ثلاثي وسط الملعب. اكيد الجناحين هيكونوا صلاح ومرموش، واكيد ايضا راس الحرب هيكون مصطفى محمد، نتمنى طبعا التوفيق للمنتخب في ضربه البدايه الاول امام كاب فيردي، ثم بقى مباراه بوتسوانا اتخيل هتكون بتتلعب عصرا في بوتسوانا هناك، فده هيكون ممكن عليه بعض الحسابات شويه في الجهاز الفني وهو بيحط التشكيل، ويبقى فيه عمق في نص الملعب شويه أكتر وحذر في اكتر، بس ان شاء الله نرجع في اول جولتين بست نقط، لان ده هيفرق معانا جدا في بعد كده في التصفيات، لان الفريق الرابع اللي معانا في المجموعه منتخب الموريتاني منتخب متطور، وهنلعبه في اكتوبر ذهاب وعوده، هنلعب هنا بس الناس ما اتكلمتش عليه خالص، مش حاطينه في الحسبان، ولكن لا منتخب متطور يعني فعشان كده احنا بنقول ان احنا افريقيا بيعمل ايه بيحرق الجزائر، يعني الكره الموريتانيه يعني تطور. ينسى بالفضل طبعا لاحمد ولد يحيى في المقام الاول ان هو عامل طفره كبيره جدا في الكره الموريتانيه، ان شاء الله بس نعدي الاول الست نقاط في اول جولتين
ان شاء الله بعد كده نفكر بقى في جوله. نوازيبو الموريتاني كان فاز على بيراميدز، دي حقيقه كان عامل وكان برضو مؤشر وقتها، خلي بالك يمكن البعض ما خدش باله قوي، ولكن كان مؤشر للكره الموريتانيه ان هي فيها تطور كبير. اتفق معاكي، برافو عليك انك ربطتي الربط دوت، لان ده تاكيد على ان مش بس على مستوى المنتخب، على مستوى الانديه. ولو هنعمل احصائيه، بس طبعا ده مش مجالنا دلوقتي، عدد اللاعبين اللي بداوا يحترفوا في الكره الموريتانيه في اخر 3 او 4 سنين بيتصاعد بشكل كبير جدا جدا، وده هنشوف نتائجه في الفتره اللي جايه. طيب خلينا ننتقل للحديث عن كاس مصر. النهارده عندنا مباراتين في دور ربع النهائي، طلائع الجيش هيقابل الاسماعيلي، صحيح، ومودرن سبورت هيقابل زد اف سي. شايف المباراتين ازاي؟ نبدا طبعا بالتوقيت برضو، الاسماعيلي وطلائع الجيش في الاول. الاسماعيلي طبعا منتشي، فوز على سموحه بهدفين، بس الاسماعيلي بيخرج من معقله، كان بيلعب في استاد الاسماعيليه وفي وسط جمهوره، النهارده هيلعب في استاد جهاز الرياضه العسكري، ممكن ده ياثر شويه. طبعا جمهور الاسماعيلي بيحب النادي وبيبقى وراه في كل حته، بس اللعب في الاسماعيليه بيدي يعني 10 20% زياده افضليه للفريق، لفريق الاسماعيلي وهو بيلعب في ارضه، غير لما بيلعب بره ارضه. على نفس الفكره مع الكابتن عبد الحميد بسيوني، طلائع الجيش منتشي جدا بفوزه على نادي الزمالك، ومفاجاه من مفاجات كاس مصر، او ابرز مفاجات كاس مصر هذا الموسم، بان هو يقدر يقصي الفريق، ويعني هدف قاتل الاول بيدرك بيه التعادل، ثم يوصل المباراه لركلات الترجيح، وفي النهايه يتوج جهوده على مدار المباراه بان هو يتاهل للدور ربع النهائي. مباراه مفتوحه من جانب الفريقين، وهنشوف مباراه تكتيكيه كمان على الخطوط كابتن ايهاب جلال والكابتن عبد الحميد بسيوني. اتخيل ان ممكن تكون كفه الاسماعيلي ارجح شويه، عندهم دوافع اكتر، نفسهم يعملوا حاجه في البطوله. يمكن الجيش بعد فوز على الزمالك في الدوري، ثم بعد الفوز على الزمالك واقصائه من كاس مصر، يمكن الروح تقل شويه عند اللعيبه. هم منتشيين وفوز، بس هم هيحسوا خسران بطوله، برضو بطوله كاس الرابطه قدام سيراميكا، فبرضو سيراميكا اكيد عنده طموح، عايز يعمل حاجه وعايز يعمل دوافع. والكابتن عبد الحميد بسيوني بصراحه اثبت ان هو من المدربين الاكفاء جدا في الكره المصريه في السنوات الماضيه. المباراه الثانيه بزد ومودرن، مباراه مفتوحه جدا، فرقتين مميزين جدا. مودرن في مباراه دور 16 تخطى انبي بهدف، زد تخطى سيراميكا بعد مباراه يعني طويله وابتدت لوقت اضافي، والاهداف كلها جت في الوقت الاضافي، ثلاثيه خلاص الماتش اتفتح بعد كده. قدر بقى زد، يعني عايز اقول لك ان المباراه كانت فعلا من المباريات الممتعه جدا. كمان على مستوى الخطوط بقى، مخضرم كابتن طلعت يوسف وهو بيقود فريق مودرن مع واحد من المدربين اللي قدموا نفسهم، كمان عبد العاطي طبعا، بشكل رائع على مدار الموسم. والاستقرار الفني يحسب لمنظومه زد، الاستقرار الفني، فريق صاعد، فريق بيكمل المدير الفني من القسم الثاني للدوري الممتاز، وحصلت التدعيمات وبيدوله الاستقرار على مدار الموسم كامل. بصراحه احييهم وقدموا فعلا مردود جيد جدا. وبالمناسبه الاربع فرق دولت بتوع مباراتين النهارده، هيطلع منهم فريق واحد بس لنهائي البطوله، وطبعا الطرف الثاني بيراميدز بيقابل المصري، هيطلع منهم فريق ايضا يوصل لنهائي البطوله. تفتكر البطولة ممكن السنة دي تكون جماهيرية، يعني صاحب اللقب نادي جماهيري، ولا ممكن تروح لنادي جديد خالص أول بطولة ليه؟ هي إما تكون جماهيرية ما بين المصري والإسماعيلي، وهما سبق لهما التتويج ببطولة كأس مصر من قبل، سواء الإسماعيلي لقبين أعتقد مرتين، والمصري لقب واحد، أو بطل جديد خالص، يعني مش بس يعني بطل يعني ما خدهاش بقاله سنين، ده بطل يكون جديد خالص بقى، سواء بنتكلم على بيراميدز او زد او مودرن. اتمنى التوفيق للجميع. انا بشكل شخصي اميل انها تكون، او اتمنى انها تكون بطوله جماهيريه. البطولات دايما لما بياخدها فريق جماهيري بيبقى ليها متعه خاصه وليها شكل مذاق مختلف. اتمنى ان ده ممكن يحصل، بس زي ما بقول لك المنافسه هتكون صعبه جدا. ننتظر شويه بس الاول نشوف مين اللي هيكون طرفي نصف النهائي الاخر. يعني مباراه بيراميدز امام المصري 50-50 رغم خبرات لعيبه بيراميدز والسكواد القوي لفريق بيراميدز، بس المصري ايضا مع كابتن علي ماهر برضو المصري خلي بالك برضو شويه بيراهن على اجهاد بيراميدز مشاركه في دوري ابطال افريقيا، المصري هيكون مريح اكتر منه يعني، دي حقيقه، وبرضه مش مقياس ومش بس المشاركه في دوري ابطال افريقيا في الماضي، ده بدايه كمان دوري ابطال افريقيا الحالي، ولعب اول مباراه امام بطل زنجبار وفوز طبعا بالسداسيه، وخلاص هو يقدر ان شاء الله وصل للدور اللي جاي خلاص. فنقدر نقول ان الاجهاد مع بيراميدز مستمر، ومنافسته كمان مع النادي الاهلي لحد اخر جولات
ما قدرش يريح لعيبته على مدار هذا الموسم، فالمباراه هتكون صعبه جدا. نتمنى التوفيق لكل الفرق، واتخيل ان بطوله كاس مصر السنه دي هيبقى فيها مفاجآت ممتعه لحد النهائي. خلينا نتابع ونشوف المفاجآت في كاس مصر. دايما مباريات كاس مصر مليئه بالمفاجآت، يا ترى مين صاحب النسخه دي؟ خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم، خليكم معانا. مرحبا بحضراتكم مره تانية، لسه مكملين معاكم في صباح اون تايم، ولسه منورنا الاستاذ عبد الحميد فراج الناقد الرياضي. استاذ عبد الحميد، يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم، يعني يمكن في خبر كان معايا وبقول ان البرتغالي جوميز هيرجع من اجازته وهيبتدي في معسكر مغلق استعدادا للموسم الجديد. من يتحمل خروج نادي الزمالك والاقصاء من دور ال 16؟ صاحب القرار. من هو صاحب القرار؟ ما تسالنيش السؤال ده عشان انا مش هقدر اجاوبك عليه. شوفي، الزمالك على مدار الموسم نقدر نقول كان في افتقاد للرؤيه، سواء من الجهاز الفني او من الاداره، ايا كان من هو صاحب القرار. افتقاد الرؤيه ده بدا من بعد التتويج بالبطوله الكونفدراليه. انا ما حسبتش حسابات الموسم بتاعي على مدار من اوله، من اول ما بعد التتويج بالكونفدراليه لحد نهايه الموسم، هسيب ايه مقابل ايه؟ هسيب بطوله الدوري وما يفرقش بقى معايا خالص ترتيبي يبقى ثالث رابع خامس، مقابل ان انا اريح اللعيبه عشان تلاحم المواسم، ولا هركز في بطوله الدوري؟ وبالمناسبه كان في احد او في بعض المباريات المؤتمر الصحفي جوميز كان متمسك بالمنافسه، رغم انها نظريا كانت بعيده بنسبه كبيره عن نادي الزمالك، يعني حتى ما قبل الانسحاب من مباراه الاهلي كان في نظريا ان المنافسه بين الاهلي وبيراميدز لحد نهايه الموسم. ففكره التمسك ببطوله الدوري ثم عدم خوض مباراه الاهلي ثم ان انا خلاص اتاكدت ان انا نظريا وعمليا خرجت من المنافسه، فبدات اعمل ميكس بين ان انا اريح بعض اللعيبه الاساسيه وبين ان انا اصعد بعض العناصر، ثم بدات اريح اللعيبه كلها. الخطوات دي كلها كانت تدريجيه، ما كانش في قرار حاسم من اولها ان انا لا من بعد مباراه معينه هريح اللعيبه وراحه سلبيه فعلا لمده 10 او 15 يوم عشان بعد كده افكر بقى في بطوله كاس مصر. وده سؤال حضرتك، من يتحمل خساره كاس مصر؟ الفكره في ان انا كملت في بطوله الدوري ثم لقيت نفسي الوقت مضغوط جدا وعندي 10 ايام هاخد فيهم 3 جولات لو انا كملت كاس مصر لحد 30 اغسطس، فهتبقى مضغوطه جدا بالنسبه لي. فبدات ان انا اشوف العناصر اللي موجوده مين معايا، قلنا هنبدا بالعناصر الشابه ومعاهم الاربع اسماء الخبره سواء رؤى، شيكابالا، ناصر منسي، بعض الاسماء اللي كانت موجوده خبره، ثم الثلاثه اللي راجعين من الاولمبياد كانوا موجودين ولكن كانوا موجودين على دكه الاحتياطي، حسام عبد المجيد وزياد كمال ومحمد شحاته. اتخيل ان الزمالك ما كانش حاسب حسبه كاس مصر في حساباته في الدوري، مع انها برغم او بعد قرار النادي الاهلي بان هو يعتذر عن استكمال المسابقه كان لازم نادي الزمالك يتمسك بالبطوله دي على اعتبار انها فرصه يعني أخذ انت موسم واخد كونفدراليه بس اصحح مصاري بالزبط. في الموسم وان انا اكون بطل الكونفدراليه وبطل كاس مصر، كنت اتخيل ان نادي الزمالك لازم ياخد الخطوه دي، ولكن زي ما قلنا ما كانش فيه رؤيه واضحه ان انا هسيب ايه في الموسم علشان انافس على ايه. دلوقتي بعد الخروج من كاس مصر واضح جدا ان الزمالك اختار ان هو يريح اللعيبه ويبدا يفكر في الموسم القادم، وقرار ده او تبعات قرار ده خسر بطولة الكاس وأيضا على مدار آخر عدد من المباريات جرب بيه عناصر من العناصر الشابة، ولكن وديت نقطة بقى مهمة يا أميرة، هنا بيفرض ضغوط كبيرة جدا على صاحب القرار اللي هو سواء الإدارة أو الجهاز الفني، إن لم أصبح مفيش خيار أمامك إلا التتويج بالبطولتين القادمتين، آخر 9 أو تحديدا 9 السوبر الأفريقي وآخر أكتوبر السوبر المحلي، حال مشاركة الزمالك فيه بالدعوة أو بالكارت الذهبي للمشاركة في البطولة بنظامها الجديد بمشاركة 4 فرق. فأعتقد أن دلوقتي الزمالك الضغوط كلها عليه أن لازم بداية الموسم طالما أنت اخترت تفقد بطولة كاس مصر وتريح اللعيبة وتجرب عناصرك الشابة، فأصبح مطالب أنك تفتح تفك القيد تعمل صفقات قوية وتفوز بالبطولتين القادمتين ليك. انت قلتيه ما تسالنيش من صاحب القرار صح؟ طبعا، لان انا فعلا لسه هقول لك دلوقتي مين صاحب القرار. انا فعلا حقيقي، هل ان ده تنسيق بين الاداره بقى سواء رئيس النادي او المشرفين على الكره كابتن احمد سليمان وكابتن حسين السيد، ولا قرار من جوزيه جوميز تحديدا؟ اعتقد طيب ان انا انا خليني اقول لك حاجه، قرينا الفتره اللي فاتت الامور الخاصه بزيزو،
تمام. وهل زيزو هيرحل عن نادي الزمالك ولا لا، والصفقات والكلام اللي جاي. الناس لما سألوا جوميز قال والله ده قرار مجلس الإدارة. مظبوط، صح كده؟ مظبوط. يعني واضح برضو، يعني انت متخيل زيزو قد ايه هو ورقه رابحه ومهمه جدا في صفوف نادي الزمالك، ان المدير الفني يقول لك ده قرار مجلس الاداره واللي فيه المصلحه للنادي واللاعب انا مش هقدر اقف قدامه. صحيح. يبقى تتخيل ان جوميز ممكن يكون ده قراره في اللعب دوت او في تنظيم رؤيته للموسم. اتخيل ان الاداره هي الاكثر اختيار يعني قرار، انا اصلا بحاول اقرا كده من بين السطور. عايز اقول لك يا اميره، هو ليه الكاركتر شخصيه المدير الفني. متفق معاكي، بس هو ليه الزمالك اصلا ما ريحش لعيبته في بعد بقى ماتش الاهلي وبعد خلاص ما خرج من المنافسه نظريا او عمليا كمان؟ يمكن شويه من بعض الضغوط الجماهيريه او بعض المحللين، الجمله دايما الكليشيهيه اللي هو الزمالك ما ينفعش يبقى خامس، يبقى موجود في الوضعيه يبقى سادس، دي. ما ينفعش سابع. ايوه لا بالظبط. عادي، خلاص ما هو خرج من البطوله، هو خسر البطوله اوريدي. كان يريح اللعيبه في الوقت ده حتى لو كان هيبقى ترتيبه، فكده كده هو ضمنت انهى الموسم المشاركه في تاني الكونفدراليه. بالظبط باعتباره بطل الكونفدراليه، مشارك في الكونفدراليه في الموسم الجديد. نتمنى له ايضا التوفيق هو والمصري ان شاء الله في المشاركه في البطوله في الموسم الجديد. ولكن زي ما قلت لك كان في عدم اتضاح رؤيه ان انا هسيب ايه قصاد ان انا اخد مكاسب ايه او اخد اكتسابات ايه. ويمكن ايضا بالمناسبه عدم تحديد مصير بطوله كاس مصر مبكرا ده ساعد في عشوائيه القرار سواء داخل بقى الاداره او الجهاز الفني، لان المسؤولين على اتحاد الكره ما كانوش حاسمين البطوله هتستمر، هتتلعب في الموسم الجديد، هتترحل، كانش لسه فما محدد كانش لها في رؤيه ايضا بالظبط. لكاس مصر، فيمكن ده اللي تسبب في الدربكه دي كلها، على خلاف النادي الاهلي اللي كان الرؤيه عنده واضحه بشكل كبير جدا بعد التتويج بطوله دوري ابطال افريقيا والدوري. قال لك انا هعتذر واختار يريح اللعيبه واختار كمان عودتهم هتكون يوم ايه، فتنظيمه وتخطيطه للموسم كان افضل كثيرا. يعني مصائب قوم عند قوم فوائده، يمكن بيتقال صحيح. كده دايما. ويمكن كنت بقول في اول الحلقه ان من 2011 كان انبي هو بطل الكاس. بوت. من 2011 للنهارده الاهلي او الزمالك، الاهلي والزمالك بره البطوله، وده يدي طبعا يعني دوافع جديده طبعا لكل كتير. الانديه دي طبعا. كل الانديه بتحلم بالبطوله طبعا. دلوقتي، وفرصه بقى خلاص يعني بالنسبه لبيراميدز او المصري فاضل لهم مباراه واحده ويبقوا على اعتاب النهائي. صحيح. بالنسبه للمباراتين اللي هيتلعبوا النهارده يعني ممكن اي فريق من الفرق دي يكون هو صاحب طرف. الطرف في الفاينل، فالجميع في الحقيقه عنده طموح. وخلينا بالتأكيد. نتابع ونشوف، لسه المفاجآت مستمره في طبعا. كاس مصر. استاذ عبد الحميد فراج الناقد الرياضي، انا بشكرك، اشكرك شكرا شرفتني جزيلا، ونورتني. انا سعيد جدا ان كنت في ضيافتك النهارده، واتمنى ان اكون كنت ضيف خفيف على الساده المشاهدين. اشكرك، اشكرك شكرا جزيلا. شنيع، بشكركم على المتابعه. كده وصلنا لختام حلقتنا النهارده، اشوفكم على خير باذن الله بكره في حلقه جديده. الى اللقاء.